بسم الله الرحمن الرحيم تكملة بقى للي قلناه في الاوبريتيف بتاع الهيرش برانج ديسيز انا عارف ان الهيرش برانج طول شويه سو على الاقل ما ينفعش يقل عن 8 الى عشر حلقات ده طبعا فيما سوى طبعا الكيس ستادي او الاشاعات او كده اللي هنشوفها مع بعض ان شاء الله فانا وقفت عند شرح بصور على اللايت بورد للسوينسون وقلت ان السوافي كان كمل معاه الشغل واحد اسمه ايه؟ اسمه بولي هتلاقي ايه؟ بولي ميد ات ان ون ستيج شايفها هتلاقي معلم الاصفر عليه اهو ديبيت اباوت كاف splits اور سيجمنت excision and long term issues with constipation due to aganglionic cough ما انت سايب السيروزا والماسكلوزا اللي هم اجانجلينوزز فيهم ويا دوبك شلت الميوكوزا والسب ميوكوزا فاكيد في جزء اللي انت سايبه من الريكتر من ده ليه مشاكل مش كده لازم لانه لو قفل وفضل قافل هو ما فيهوش اي ريلاكسيشن فهيبقى عامل كانه تايت سيجمنت اراوند النيو كولون اللي نزل آه واتخيط في الانال كانال. فاللي يفكر دايما عشان تبقى عارف برضو هيبقى هنبقى نقول الكلام ده لسه قدام في ترانس اينال انت ممكن تمشي ترانس اينال يا تعلق وتمشي في الميوكوزا تقطعها وتخش فول ثيكنس على طول ده سوينسون. او تمشي شورت شويه ميوكوزال وبعد كده تطلع على طول ايه؟ فول ثيكنس ده برضه سوينسون. او تمشي الفتره الطويله كلها بتاعت الركتم تحت الميوكوزا تانجنشنال ودي اصعب تكنيكالي اصعب وهي دي اللي سوافي. فبعض الاوبريتورز يعملوا سوينسون يعني المحض او سوافي المحض او يحب بعض الاوبريتورز يخشوا شويه ايه سوافي بسيطه ويكمل الباقي سوينس ااا الدهمل الراجل ده فكر بطريقه مختلفه هي نفس طريقه تفكير مارتان وكيمورا لما مارتان وكيمورا هيفكروا يقولوا هو التوتال كولونيك اجنج اللي نحله ازاي نجيب الرايت كولون مع السمول باول ونعمل لهم pull through تحت ده كيمورا نجيب الليفت كولون على سمول باول سايد تو سايد ونعمل لهم pull through ده ايه؟ ده مارتان هو نفس القصه he is patching the ganglionated with a part of the aganglionated لكن هم عشان عندهم fluid content in the small bowel محتاجين يسندوه بشوية aganglionosis فيحط رايت right او ليفت كولون باتشد مع سايد تو سايد عمليه كبيره جدا في في اللونج سيجمنت او التوتال كولونيك اجانجلينوزس لكن طريقه دهم ال ايه؟ قال انا انا بخسر دايما في الهيرش سبانج ريزرفوار اللي هو الريكتم اللي هو لما بياخد الستول بيدي اشاره ويقول الانس ريلاكس ولما ما يبقاش في ستول امتي يدي اشاره ويقول الانس ايه؟ كونتراكت ده ريزرفوار اللي فيه الاحساس واللي فيه الديفرنشيشن اللي بيسموه بيعمل ايه؟ بيعمل عينات كده ويعرف ده فلويد ويديها للإنا الكنال ويقول لها حسي ولا ده سوليد ويديها هو اللي بيطعم الإنا الكنال بالسبيسيمين الريزرفوار ده مش عايز اخسره طب اتعمل ايه تعمل ايه يا دوهامل قال لك هاخد الركتم كله بس اشيل منه البوستيريور ايه البوستيريور وول يا عم هتشيله ازاي هشيله بان انا اعمل ايه هجيب الكولون الكويس طبعا انا شلت الكولون الوحش اللي اجي كل ده بيحصل في كل عمليات سيانوس ونسوافي فبشيل وحش كده كده الأجنجلونيك، وانزل بالكويس بس مش في الانال الكنال على طول، أمال إيه يا سيدي؟ في الريزرفوار اللي اسمه الريكتم من ورا، إيه يبقى الريكتم كده والنيو كولون نازل كده، داخل فيه من ورا، فأصبح لما بخيطه فيه من ورا is إند تو باك، طيب بقى فيه وول بتاعت النورمال كولون وول بتاعت الإيه؟ الريكتم اللي هي البوستيريور بتاع الريكتم والانتيريور وال بتاع الكولون. بقوا لازقين في بعض يخش من الانس ويروح داخل على التوليومنز يومينز بفكين الدباسه على اليومن الكولون وعلى اليومن بقيه الركته ويروح قاصص وطبعا هو خيط الركته من فوق نسيت اقول وقفل الروف بتاعه فبقى عامل حاجه كده زي الايه القبه وداخل فيها الكولون من ورا ويروح واخدهم بالدباسه فيفتح اليومنز على بعضها ما يبقاش خرم داخل على ايه على زي كده النفق لا يبقى مفتوحه كلها على بعضها كانه وان ليومن لان ده بس بتدبس وتقص في نفس الوقت فكانه 1 ليومن ونصه القداماني اجنج اللي هو الريكتم القديم ونصه الوراني وراني اللي هو الكولون الجديد. طيب يبقى نقول مكتوب ايه؟ نورمال كولون اقرا معايا از اند تو سايد قصده اند تو باك يعني وذ ريكتم joining the two walls الول بتاع الكولون مع الول بتاع الريكتم الانتيريور بتاع الكولون مع البوسيبيور بتاع الريكتم تو كرييت طبعا دي عمليه صعبه. ا نيوليومن ويز اللي هو الايه؟ اللي هو الريكتم وجانجليونيتد بوس الرسمه جميله ومفيده بص ده اللي عليه الازرق ده الريكتم ده السيكرم وده الكولون الجديد. الكولون الجديد عليه بلس لانه ايه؟ جانجليونيتد والتاني عليه ماينس لانه ريكتم ا شايف فتحوا مع بعض ازاي؟ ودي القفله بالازرق هي اللي قفلتها فوق بعد ما شلت الكولون القديم الا وده الكولون الجديد اهو اتخيط فيها طب ازاي بقوا وان ليومن كده ازاي بقى كده وان بالدباسه اللي من هنا اللي دخل ليها فك من هنا وفك من هنا ودبست فقطعت الايه السبتم او التو كومن وولز مع بعض قطعتهم ودبستهم طيب بيقول لك ايه بقى بيقول لك باي كوخر كده ما كان دباسه بقى كوخر كلامس تسيبها غايه ما تموت ما بين التو جوز وبعد كده خلاص بتبقى ابتنج الايدجز ودلوقتي الدباسه Easier, safer, and less pelvic dissect. ليه بيقول الكلام ده؟ لأن أنت مش زي اللي سوانسون ماشي وحواليك كل البلفيك ستراكشرز. لا أنت شلته ورحت موصل في ريكتم على طول، أنت لا شلت ريكتم ولا دايسكتد دي ريكتم. مالكش دعوة بالريكتم. أنت قلت يا دار ما دخلك شر. مالكش دعوة بالإيه؟ بالريكتم ولا بتشيله وبتوصل في الريكتر. أنت بتوصل دايركتلي في الريكتم. دي طبعا أفضل كسمعة مع العينين الكبار اللي ديليد. اللي هو محتاج فعلا ريزرفوار ما عندوش وقت لسه يتعود على عدم وجود الريزرفوار وبعدين يقول لك لارجر اناستوموزز ان ريزرفوار بيتر فور لونج سيجمنت واقول لك كمان وبيتر فور اولدر ايج طيب نيجي بعد كده على اللابروسكوب يا جمال بقى اللابروسكوب وحلاوته شوف بقى الكلام الحلو جورجسون 1995 ادينا بنتكلم اهو في 27 سنه يعني من 25 ل 22 27 سنه يعني كلام قريب جدا فارس ديسكرايب ايه اللاب موبيلايزيشن لاب بايوبسي انت ممكن تاخد لاب بايوبسي طبعا فروزن او لاب بايوبسي وان انذر سيتنج تعمل اللاب موبيلايزيشن وعملياتك العاديه وشورت ميوكوزال ديسكشن من تحت يعني قصده بعد ما تخلص اللاب من فوق انت كده كده لازم برنيل بس بتخليه نص ساعه بس اند ايه الاناستوموزز فروم بيلو طبعا شورتر هوستل ستي بدل ما تفتح البطن في شتيل او اكسبلوريشن لور ميد ابدومين وهكذا لا انت بتعمل كله باللاباروسكوب وديسكرايب فور سوافي بتعمل بيها السوافي والسوانسون والدهمل ممكن تعمل السوافي من تحت في الجزء التحتاني وتشتغل عادي من فوق باللاباروسكوبك دايسكشن وكذلك في الايه في الاسوانسون من تحت وتشتغل لاباروسكوب من فوق وكذلك في الدهمل وتحط الدباسه من الانس وانت جايدد باللاباروسكوب من فوق تعالى بقى اشرح لك الحته دي كويس. يعني ايه تكات اللابروسكوب؟ ادي إيه بطن العيان. ادي إيه السكروتم بتاع العيان. ادي إيه الأمبليكس بتاع العيان. انت تشتغل على مين؟ على هذا الكولون. الله. ودي الحته الاجنج ودي الحته الفانل وال والحته الدايليتد اللي قبليها ودي الحته النورمال كاليبر وهنا السبلينيك فليكشر وهنا الترانسفيرس كول وهنا الاسندين كول وادي السيكام اما اقول لك هتخش تخش فين تخش في الامبيليكس تبص على الرايت هايبوكوندريال وتروح حاطط لي في الانتيرو لاين ما بينها وما بين 100 كلافيكال لاين بورت وبعدين تحط لي بورت هنا ايه بقى القصه بقى هنا ايه اللي بتسال ايه القصه هنا الكاميرا وهنا الليفت وركينج هاند وهنا الرايت وركينج هاند فالأمبليكس ليفت والرايت ايليك ما بينها وبين لامبر يعني او تحت الرايت لامبر بشويه الرايت وركينج هاند والكاميرا مان ورا في الرايت هايبو anti انتيوكزيل لاين فتشوف الكولون كده حلو ساعات تاخد طبعا ستي سوتشر هنا او اله مش فارقه يبقى هنا اله او ستي سوتشر غالبا ستي سوتشر ما تضحكش اله طيب تعال نقولها تاني بس بطريقه مختلفه بقى ركز معايا هو احنا الارجونومكس بتاعتنا معموله على اساس ايه؟ على اساس الاتي ان الكولون كده وانت محتاج تشتغل عليه فيبقى الليفت يا بتمسك الكولون والرايت بتدي فاسكولارايز والكاميرا شايفاك من ورا الكاميرا مان يقف هنا اهو يعني عند فين عند راس العيان امال مين اللي يبقى على يمين العيان عند كتفه اليمين أو وسطه اللي مين؟ الأوبريتور. يبقى الكاميرا مان اللي من غير بق يقف عند إيه؟ رأس العين. مش تروح جايب لي الكاميرا مان في عدلة الكولون والأوبريتور يبقى متبهدل. ده هو المهم الأوبريتور الكاميرا مان يمسك الكاميرا كده مش يمسكها كده يمسكها كده. والأوبريتور على يمينه هو اللي شغال على عدلة الكولون وفي إتجاه المونيتور. طبعا في طريقه تانية الطريقه التانية هي بتاعت ستيف روزنبرج وكثير من الناس بيحبوا يعملوها لكن افضل في السن الصغير. طريقه ادي البطن كده وادي الامبليكس كده وادي الكولون كده ولان الكولون مش كبير قوي لان الطفل صغير قوي فتحط زي الاندسند تستس يمين وشمال يبقى الكاميرا مان اهي والليفت اهي والرايت اهي فهمتوا؟ يبقى ادي القصه ونشتغل على الكولون عادي خالص يمين وشمال ده اول حته وهي الارجونومكس في اللابراسكوبي تعال نخش على الحته الثانيه اللي هي ايه بقى ركز معايا قوي ايه المشكله في الكولون انا بقى وانا جوه البطن ببص على الكولون الكولون بيبقى نازل كده نازل كده نازل كده وادي البلفس وانا ببص اهو من الرايت ايه هايبوكوندريال عندي السيجمويد برانشز وعندي الانفيريور ميزنتريك وطبعا مديني هنا ايه برانشز والبرانشز دي عامله مين حاجه اسمها المارجنال وهنا في اركيدز ما بين السيجمويد برانشز ركز كويس البرنسبلز مهمه الطبيعي ان انت عايز تشيل الاجنجليونيك سيجمنت وتبقى دي في البلفي زي ما كنت زي ما انت عايز فيبقى اول برنسبل ديبست في البلفيس از يو كان يبقى خليك ديب جدا از ماتش از يو كان ليه؟ عشان تقلل جدا اللي هيتعمل من البرينيم طيب رقم اثنين لازق على الوول بتاع السيجمويد يبقى جاست اون ذا وول فلاش اون ذا وول ما تطلعش براه يعني اكوي البرانشات اللي لازقه في الوول actually جوه الوول بس برا الماسكلوزا يعني جوه الوايت فاشيا اوف ذا ريكتم بس بره الماسكولوزة بتاعتها لما انزل ديبث ان ذا ايه؟ ان ذا يبقى انا على الوول في السيجمويد وبقى انسايد ذا فاشيا وفلاش على الماسكلوزا وانا عند الريكتم ليه عشان اتجنب حاجتين اليوريتر والفاز انجري في ميل مفيش فاز بس في يوريترز واليوريترز بتكونفرج معايا والفاز بتكونفرج معايا الفاز من الانترنال رينج واليوريترز جايه كروسنج الالياكس فطول ما انت على الول يبقى اكيد مش هتاذيهم وخصوصا لما تخش على الدوجلاس باوتش ورفليكشن مع البلادر يا تاخد غرزه في البلادر وتعلقها يا تكمل بايدك الشمال وترفع البلادر عادي وتخش تحتيها المهم تبقى لازق على الول بتاع الركت طول ما انت جوه وول الركت عمال تعمل دي لايه للفيسلز اللي انكورنج على الفيس على الول بتاع الركت الله طب وانا كده هديفاسكولاريز ما ما انت عايز تموته اصلا انت عايز تشيله بس اوعى إيه تطلع براه لا تيجي في انرفيشن ولا سيكرال بليكسس ولا سيكرال فينز ولا سيكرال فيسلز ولا ال النرفز بتاعت الايه؟ بتاعت الاريكشن. اللي هي نرفاي ارجنتس. وكذلك ما تبقاش برضو قريب لا من اليوريتر ولا من الفاز باي شكل الاشكال لو هو ميل ولا من اليورترز لو هو فيميل. القاعده الثالثه لما هو تبقى ديستال انسايد ذا وول لما تروح ديستال وتبقى بروكسيمال اوتسايد ذا وول قدر الامكان لما تروح بروكسيمال هقولها تاني تبقى ديستال لما تروح ديستال تبقى بروكسيمال لما تروح بروكسيمال يعني ايه الجمله دي؟ لما تروح ديستالي ناحيه الريكتم تبقى ديستال جوه الول تبقاش بروكسيمال ناحيه الأورطة ناحيه الفيسلز ناحيه الروت اوف ذا ميزنتري لما تروح بروكسيمال ناحيه الكرينيال يعني يعني ناحيه الديسندنج كولون تروح بروكسيمال يعني ناحيه ايه المين فيسلز مش البرانشيت فيسلز ليه للحفاظ على الاركيدز والمارجنال يبقى انا ديستري جوه الول عشان احافظ على اليورتر والفاز والبلكسس اللي حواليا وبروكسيمالي انا بعيد عن الول عشان احافظ على المارجنال اللي هيعيش عليه الكولون واحافظ على الدلتا الدلتا اللي انا برسمها دي ابقى تحتيها اقفل او اربط تحتيها فالدلتاز كلها تغذي المارجنال كويس. يبقى دي ثالث قاعده انا بروكسيمالي ابقى اواي مش جاست او مش فلاش اواي فروم ذا مارجنال. ادي يا سيدي القواعد اخر قاعده رقم اربعه او اللي قبل الاخيره اقيس دايما ديسندنج واشوفه هينزل معايا ولا لا مستريح لان مش مسموح بالتنشن عشان مش هيحصل غير ريستريكشن وده لا يحمد عقباه. رقم خمسة وآخر قاعدة اوعى تعمل تويست يبقى التنشن والتويست التي والتي يبقى قواعد اللابروسكوبي عشان أي حد ممكن يتسيل فيها في الشافة أنا ببقى ديب في البيلفيس عشان أقلل الوقت البرنيل ويبقى بس استفدت باللابراسكوب بفلاش على الول طول ما أنا عشان ما اعورش لا ولا فاز ولا اجي ناحيه الايه؟ ارجنتس ولا ناحيه الفيسلز و آه من الوول بعيد عن المارجنال وبعيد عن الاركيدز طول ما انا بروكسمال ابقى تحت وامنع التنشن وامنع التويست والتويست اتاكد منه بعد ما خلص البول ثرو من تحت كلام جميل جيرسون قال ايه قال انها تتعامل مع اي عمليه طيب نيجي بعد كده بقى للكلام الجميل بتاع رقم اي هو إي ايه 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 اللي هي سوانس بي سوافي ثلاثة او سي دوهمل دي لابروسكوبي الله اي و اف ترانس اينال ولونج سيجمنت مشاكل بقى خاصة احنا بنتكلم في حاجة من اشهر المواضيع اللي يتميز بها جراحين الاطفال فمسموح بالت... بالتوسع سمول ميوكوزال دايسكشن ده اللي قلت لك عليه الناس بتحاول تاخد حاجة كده وسط ما بين السوافي والسوانس فروم بلو از جورجسون ماشي يا سيدي قال خلاص يعني اللي هو حط في اللابروسكوب قاعده السمول ايه؟ نص سنتي الى سنتي اباف الدنتيت ماشي ميوكوزا از ستريبت ما احنا ماشيين سب ميوكوزا ليه يعني؟ طيب اند ايه؟ فروم ذا ماسل از ان سوافي ذن ريكتال ماسل ار incised خلاص كده انا دخلت سوينس سيركمفرنشلي ما انا كده فول ثيكنس اند continues كونتينيوز يا جمالك ديسكشن ايه؟ continues اهي اون ريكتال delivery ثرو anus اوعى تبقى فاكر ان ده سهل. ده انا بتكلم في الترانس انال كلها، انا مفيش لابروسكوبي هنا. يعني انت قررت في عيان الفانل بتاعه قريبه والديسكريبنس مش جامد فهتنزل بسيجمنت مش كبيره قوي. فهتشتغل في الترانس انال ساعه ونص. ده ستريتش على الانال بس مش زي ايه؟ اللابروسكوبي نص ساعه. لكن ولو حصل ان احنا ممكن نعملها اه ممكن وخصوصا في الصغيرين اللي اقل من ست شهور. طيب لو هتعمل كده ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي في الاخر ان انت بعد ما تخلص منطقه الريكتم محتاج دي فاسكولايز فمش بالسهوله دي تقول لي ديليفري ثرو ذا انس لا انا لسه هدي دي دي اسمها خطوه تمسك بالباكوك واعمل برايت انجل والديبيكي واخش من تحت كل فيسل فيسل بالباي واقص بالباي واقص يبقى استموز فروم بيلو بقى بعد كده اف نيد مور لينث لونج سيجمنت يعني ممكن تلجا لللابروسكوبي لو اتزنقت ممكن تلجا لل انك تفتح الأمبليكاس وتطلع الكولون منه ودي طريقه عاميه شويه. اللابروسكوبي تستعيد عنه. يعني ايه اللي ما يعرفش يشتغل بالمنظار يبقى يفتح بينجي في الامبليكس ويولد الكولون منها يعني يعمل انفيرتد تي كده في اللينيا قلبة ويولد بالكولون منها. طيب وتنفع طبعا ترانسيل مع كلوستوبايزد مفيش كلام انت بعد ما عملت كل الدايسكشن بتاعك والدي فاسكولاريزيشن بتفك الكلوستر وتروح قافلها من فوق كويس عشان ما تعملش وتسحبها بقى بتدخل الكلامب بتاعك بالإنس وتروح ساحب الخيط اللي قافل الكلوستومي تلاقي نفسك ديليفرد الجزء الايه؟ الهيلثي اللي فيه جانجلينز. ايه مميزات انك تعمل ترانس انال توتالي؟ يعني خلي بالك هو بيقول لك عليها مشكله ممكن تدفع كمان الترانس انال في الكلوستومايزد لو عندك سيجمنت حلو من تحت. طول يعني. عموما بقى ترانس انال احسن في ايه؟ اولا هي مش زي واللي والسواف العاديين اللي فيهم فتح بطن. و زيها هتبقى زي اللابروسكوبي انت ما فتحتش البطن يبقى أكيد إيرلي فيدنج ولو كومبليكيشن ريت. اشتغلتش في البطن خالص ومفيش جرح بطن ومفيش انسجن ومفيش أي حاجة. ومينيمال إيه؟ أنالجيزيا محتاجينها، الكلام كله كلاسيكشن على الإنس وبندي مسكنات تسكن وجع الإنس. هي في الآخر محدودية شوية في أماكن الألم. وأي شوف بقى الجملة الأخيرة دي فيها احتقار جامد وأي بيدياتيك سيجن يعملها. عشان تبقى عارف دايما السلم التعليمي عندك بيبتدي بالترانس اللي احنا لسه اصلا اوريدي بادينها من 10 سنين بس. طبعا العالم ابتدى من 20 سنه او 25 سنه احنا ابتدينا 10 سنين باللون ستار لان الترانس العاديه اللي بالغرز مش ترانس ايرينال ده كلام فارغ وكانت موصوفه في كثير من الكتب التكست بوكس الصح باللون ستار زي ما اتوصفت من الايه من اللي عمله باللون ستار لكن في الاخر انا بقول الصحيح لا صح الا الصحيح الترانس ايرينال باللون ستار دي اول حاجه يعملها البيدياتريك سيرجن كونسلتنت او السبيشاليست ريجستر او كده اللي هو هيشتغل هيرش برانك يليها بعد كده تشتغل على كلوستومايزد يليها تشتغل على الاوبن ابدومين او اللابراتومي واللابراسكوبي اخر حاجه خالص في السلم هي السواف الاو ال 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 في البطن والدهمل واخر حاجه خالص الدوهمل بالمنظار طيب كونتروفيرسز واحد whether to define a transitional zone before getting. مشكلتك انك لازم تكون شايف الفانل كويس في الاشعه امال داخل عمياني من الانس بس يبقى لازم تكون شايف الفانل كويس في الاشعه ولو هو مش متشاف كويس يبقى انت معاك فروزن حاجه يا دي يا دي يعني يا انت شايف الفانل وهتشوفه اثناء ما انت بتدليفر يا يعني انت مش هتشوفه وانت متوقع انك مش هتشوفه لانه ما كانش باين في الاشعه فساعتها تعمل ايه؟ تعمل فروزن كل شويه تاخد دونت وتبعتها لو انت شكيت لما اتاكد ان ده خلاص بقى جانجليونيتد خيط. وبيقول لك 8% من الكونتراست ان اكيوريت في آه آه في ان هو يبين آه في زون ولا لا او ممكن تطلع بروكسيمال عن اللي كان موجود في الأنما يعني تطلع انت في حته اه جنجليونيتد اوريدي مش جنجليونيتد رقم اثنين انها غير انها خادعه في الحته دي آه ولازم يبقى معاك بايوسي ان السوباين والبرون بواخ انا لما بعمل الترانس انا بحب اعملها برون صح لان ده افضل في الاكسبوجر جدا واللي اشتغل عارف كده السوباين وحش لان رجليه قدامك انما البرون رجليه خلاص مسحوب على الترابيزه وانت ايه رافع الايه الهبس لكن كمان في حاجه تانية ان ايه ان السوباين ليه ميزه بقى ما هو اكيد البرون ليه مميزات يبقى السوباين ليه ميزه انك لو عايز تعمل البروسكوبي تروح داخل على طول مش مضطر تقلبه على ظهره دي تبقى سخيفه في منتهى السخافه ثالث حاجه اللينث اوف ذا ريكتال كاف ايه بقى قصه اللينث اوف ذا ريكتال كاف دي سام دو از سوافي لونج كاف ودي قلنا عيوبها ايه وسام دو شورت ميكوزال ديسكشن ما بين سوافي والسنسون وسام دو على طول ايه السوانسون في الترانسينال واحنا بنحب نعمل السوانسون في الترانسينال على طول لكن لو مشيت شويه تحميك سنه بس يعني ما هياش زي السوافي بقى بعيوبها ما خدتش عيوب السوافي لكن انت عارف طبعا البرنسبل اوف سوافي ايه هو الراجل ما اخترعش السوافي كده عشان يتمنظر على الناس الراجل اخترع السوافي عشان يفضل داخل جوه الحيطه وشغال ملوش دعوه بالسراوندنج استراكشرز من الفاز بقى ومن سيمينال فيزيكلز من بيلفيك بلكسس وهكذا طيب وطبعا لما يبقى الكاف شورتر سواء انت في السوينسون مفيش كاف او حاجه بسيطه خالص سنتي اكيد هتبقى احسن من ناحيه حته ان انا عندي اجنجليونيك سيجمنت ومحوط الكولون الجديد لانه مش هيبقى فيه اوبستراكشن سيمتومز ومش هيبقى فيه ستريكشر بسهوله. الاستريكشر بيحصل حاجتين يا الكاف سببه يا الاسكيميا سببه. وطبعا الليكج جزء منه الاسكيميا يعني. طيب خلصنا كده الترانس جه بقى يحكي لك على اللونج سيجمنت يا حبيبي ما تحكيليش على اللونج سيجمنت وانت نايم على نفسك لازم تصحصح وتقول لي اولا اللونج سيجمنت معناه ان الترانزيشنال زون بروكسيمال للترانسفيرس ده التعريف العادي طالما انا عديت الترانزيشن بقيت في الرايت كولون بقى خلاص انا كده لونج سيجمنت ساعات وده اشهر كتير انه يكون توتال كولونيك في حاجه اسمها الاكسكليميشن مارك اللي نقول كل كل كله صغير وعامل زي الايه علامات الاستفهام زي ما انا راسمه كده هنا اهو بص دي طيب ايه كمان؟ قال لك ريرلي توتال انتستينال ده مصيبه سوداء بقى بيبقى 40 سم بس من الجيجنم هم, هم اللي ايه؟ اللي جانجليونيتد. كاركترز اوف لونج سيجمنت فالفاميلي هيستوري عين يعني غلبان جدا حد من اخواته قبل كده دايت والام جايه طبعا بتصوت. مور لايكلي دايجنوزد برينيتالي غالبا بيبقى عنده سبب رهيب وطبعا بيبقى دايليتد بقى كل الباول بتاعه ما عدا طبعا الاجانجليونيك كولون. كويشن مارك كولون او سمول كولون يعني مايكرو كولون احنا بنسميها والاجنجلينوزيس بالغرابه الشديده ما بيبقاش معاه هايبرتروفيك نيرف وندس مش عارف ليه ولا ابنورمال استايكونيك ستريس وجدوها في التوتال كولونيك طيب يبقى كلمه على الكونتراست انما وكلمه على الريكتال بايوبسي وفاميلي هيستوري ودايجنوزد برينيتالي عشان تبقى عارف تتكلم في ايه طبعا ريسستيشن وفروزن سيكونشال بيوبسيز إنك بتبقى داخل شايف ان هو زي الميكونيوم ايليس الناس اللي عارفه الاي او في لور اي او فيا ايليا الاتري زي ميكونيوم ايليس يا توتال كولونيك اجيجينوزي هيرش سبرنج فانا كل الكولون سمول يبقى غالبا يا ميكونيوم يا ايه يا ايليا الاتريزيا يا آه توتال كلونيك فانا ما, ما لقيتش ميكونيوم بلاج ولا بتاع وما لقيتش ايليا الاتريزيا فده غالبا ايه توتال كلونيك فهروح واخد سير البايوبسيز هاخد من الديسندنج ومن السيجمايد ومن الاسندنج ومن الترانسفيرس ومن التيرمينال ايليوم فبيقول لك الابندكس ساعات بيبقى فيها بوستي شويه قليل سيلز قليله في الهيرش برانج العادي اللي هو شورت سيجمنت فما هياش يعتمد عليها قوي في ان انت تعرف فيها ولا ما فيهاش يعني هي لو لو ما فيهاش خلاص زيها زي غيرها لكن لو فيها ممكن يبقى فيها وهو هيرش فالبوزتيف بتاعها كجانجلون سيلز مش مفيد لكن النيجاتيف ده حول مفيد الاليوستومي بقى ايه قصته الاليوستومي قصته ان انا بطلع بالليسو عشان يعرف يعيش طب ما هو يبقى عنده الكترويت امبالانس فانت كده كده هتروح واخد الاستوما بعد كده والاليا وتروح عاملهم باتشنج مع الرايت كولون يبقى اسمه ايه؟ كيمورا زي ما انا راسم لك كده بالظبط او باتشنج مع وطبعا تعمل استوما هنا وبعدين تبقى تقفل الاستوما بعد كده وهتعمل بول ثرو على طول او باتشنج وذ ذا ليفت كولون طب وايه ايه يعني اللفت الليفت طبعا آه يعني اسوء شويه في الوتر ابزوربشن الرايت احسن في الوتر ابزوربشن لكن مش خالص ان انا اعمل توتال كوليكتومي من هو نيونيت ليه؟ انا مستني شويه لما الاستول يبقى ماسك نفسه على اخر الترمينال اليوم ما يبقاش فلويدي تماما ما ينفعش يبقى فلويدي تماما وتروح فرحان بيه قوي ومنزله تحت ما هيجي له تسلقات رهيبه من تحت واحتمالات الليكج اعلى لانه فلويد جدا وهكذا فنيدز هاي كونفدنس اوف باثولوجيست ما ينفعش تعتمد على الفروزن في نيونيتس إيه فانت كده كده هتعملها بعد ما يعدي فتره النيونيت مش في اثناء الاكسبلوشن الاولاني اللي بتعمل فيها ستوما رقم 2 بيست ريزلت في الايرلي مانث اوف لايف وين ذا ستول ستيكر مش في اول يوم بعد الولاده. طيب والتوتال انستان اجنوس كلمتين عنها 10 ل 40 سم اوف نورمالي انرفيتد جيجنم التي بي ان سينس بيرث ليفر فيلير سي في ال من الاول وجاستروستومي وتروفيك فيدنج ومانجمنت اوف ذا بيشنت بيبقى في انتستان فيلير طبعا ان كل حاجه رايحه ما عدا حته من الجيجنم فبيبقى في الاخر محتاج انتستينال ومحتاج ليفر ساعات ترانسبلانتيشن حاجه فيري 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 اجريسيف ويعني ربنا يبعدها عننا كجراحين وكمرضى. كده فاضل لي البوست اوبرتيف والليت اوت ان شاء الله اخر مره المره الجايه واعمل ريفايز بقى على حاجه اسمها الفارينس اوف هيرش سبرانج من اصعب الحاجات في الهيرش سبرانج هذا والى لقاء اخر ان شاء الله.